للمزيد ينضم إلينا من نينوى مراسل التغيير من هناك محمود الجماس. أهلا بك محمود. إذن نينوى تستكمل مناصبها، ماذا بعد؟ هل تلتفت لرسم ملامح خارطة مهامها في المرحلة المقبلة؟ نعم زميلتي، كل التحايا لك ولكل مشاهدي تغيير. بعد أكثر من تأجيل الجلسات وصدام سياسي وسجال ومفاوضات استمرت لأيام، يعني حقيقة التصويت اليوم كان أشبه بالولادة العسيرة. ما ظهر في وسائل الإعلام وما قيل في المؤتمرات أنها حكومة توافقية بتوافق الجميع الأطراف، لكن ما شهدناه نحن من اجتماعات ونقاشات وتعطيل للجلسة وبقاءات الجلسة الماضية معطلة لقرابة 8 ساعات، يعني رؤساء الكتل حضروا إلى المجلس، نواب عن البرلمان من ذات الكتل والأحزاب الفائزة حضرت إلى المجلس ولن يصلوا إلى شيء حتى اليوم. يعني في البداية قالوا أن الأمر خلاص قد حسم وسيتم التفصيل بعد عقد الجلسة، لكن تأخرت وتأخر حضور بعض الأعضاء ومن ثم غادر آخرون، حتى وصل رؤساء الكتل إلى أو ممثلين عن رؤساء الكتل الفائزة إلى المجلس وأنهوا الأمر بالتصويت. العقدة الأكبر كانت على منصب النائب الثاني، وهو منصب الذي حصل عليه في نهاية المطاف عمر المولى عن حزب الهوية الوطنية، كان السجال عليه بين 3 جهات، هي السيادة وتجديد والهوية الوطنية، لكن بنهاية المطاف انتهى بانسحاب السيادة وتجديد وبقي للهوية الوطنية. قد يكون هناك اتفاقات على أن يكون لهم استحقاقات في مثلا دوائر خدمية أو دوائر داخل المحافظة كمناصب في الحكومة التنفيذية بدل المناصب السيادية 3 التي ذهبت إلى 3 جهات. منصب المحافظ كان لتحالف نينوى الموحدة ب13 مقعد، منصب النائب الأول للمحافظ ذهب إلى ديمقراطية الكردستاني، والذي جدد الثقة لسيروان رجبياني وهو كان في الحكومة الماضية أيضا نائب أول للمحافظ. هذه التشكيلة إذن محمود، تشكيلة المجلس، هل جاءت مرضية إذن للشارع الموصلي وكافة أو للمكونات كافة؟ يعني استقراءات الشارع، ردود بالأفعال على مواقع التواصل إلى آخره، يتحدثون عن استيائهم من المحافظة الحزبية، والأحزاب تتحدث بصيغة أخرى لا تقول أنها محافظة. عندما تتحدث عن التوافقية الحزبية، التسمية الجديدة أو الوجه الآخر الذي يجمل كلمة المحافظة التي استاء منها الشارع، حقيقة استياء الناس في المحافظة هو استياء من العملية السياسية برمتها، بدليل تدني نسب المشاركة الكبيرة خصوصا في مركز المحافظة الذي يوجد فيه 900,000 ناخب. فالاستياء كان من العملية السياسية، وأعتقد أن هذا التوزيع أو كما يسمونه التوافقية فيما بينهم الشارع يراها بمصطلح آخر وهي المحافظة، وهنالك استياء واضح وردود أفعال شعبية سلبية تجاه هذه المخرجات. طيب، في محاولة لامتصاص هذه أو ردود الفعل هذه السلبية كما وصفتها محمود، ما هي أبرز الأولويات التي أعلن عنها من قبل مجلس المحافظة في نينوى؟ ما أبرز الملفات التي سيتم التركيز عليها لاحقا؟ يعني ما تحدث به المحافظ قادر الدخيل قال أن الملفات التي لها الأهمية الكبرى أولا هي ملف الصحة والمستشفيات، لأن الواقع الصحي منهار بشكل كبير ويحتاج إلى متابعة مستمرة، والملف الثاني هو ملف التربية والواقع التربوي من نقص الملاكات وسوء خطط التوزيع، بالإضافة إلى النقص الكبير في أعداد المدارس، وملفات أخرى مهمة واستراتيجية مثل توسعة المدينة نينوى. عفوا الموصل بشكل خاص تعاني من أزمة سكن خانقة وجراء عدم توسعة المدينة منذ 20 عام، هذه أيضا من الأولويات، وكان هنالك أولويات أخرى أيضا كملف المطار وملف الاستثمار. المحافظ تحدث عن ضرورة كان يكون من أولويات الحكومة المحلية القادمة الاهتمام بملف الاستثمار وفتح الأبواب لرجال الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار، لأنها ستساهم بشكل كبير في النهوض بواقع المدينة بشكل أو بآخر، سواء في الاستثمار السكني أو الاستثمار التجاري أو على حتى في مجال المصانع والمعامل. يعني عموما هذه هي الأولويات التي تحدث بها محافظ نينوى في أول تصريح له عقد
تزمنه منصب المحافظ وحصوله على التصويت بالإجماع. وهنالك أيضا قبل يومين اجتمعت مجموعة كبيرة من المهندسين والشخصيات في نينوى في نقابة المهندسين، هم يدرسون وضع خطة لعام 2030، خطة رؤية مستقبلية لنينوى وما الذي تحتاجه. طبعا واكبنا هذا الحضور. أيضا كان هنالك إجماع على هذه النقاط وهذه الملفات بأن لها الأولوية: الصحة، التربية، توسعة المدينة. طيب، هل هناك من مناصب إضافية محمود ربما تشملها المحاصصة أو التوافقية بغض النظر يعني عن التسمية أو الوصف؟ طبعا هنالك العشرات من المناصب، قد يكون هنالك ما لا يقل عن أو قرابة 50 منصب من مدراء الدوائر ومعاونيهم ومستشاريهم ونزولا حتى إلى مدراء الشعب والأقسام. يعني المحاصصة، حتى نكون واضحين وناقلين لواقع ما يجري، المحاصصة تسمى في الشارع محاصصة وفي النظام السياسي وعند الكتل السياسية التوافقية والاستحقاق، لكن المحاصصة موجودة. هنالك عشرات المناصب التي سيتم التوافق عليها، ونتوقع أن يكون هناك تغييرات إدارية، يعني مصادر سياسية، يعني مثلا من البلدية، الصحة، المجاري، البلديات، هذه كلها دوائر سيجري انتخاب مدراء لها وتكليف معاونين جدد. كل هذه ستكون تحت مطرقة المجلس الذي بالتالي هو من الكتل الفائزة التي اتفقت فيما بينها على التوافقية بدءا من منصب المحافظ ونزولا حتى أصغر المناصب الموجودة التي ستكون تحت مجهر العملية السياسية أو تحت مجهر المجلس الذي خرج من رحم هذه العملية السياسية ورحم الانتخابات السابقة. مراسل التغيير من نينوى ومحمود الجماس، شكرا جزيلا لك. من ديالى ينضم إلينا مراسلنا حسن الشمري، أهلا بك حسن. إذن بغداد تدخل على خط الأزمة لحسم الخلافات المتعلقة بمنصب المحافظ، هل يحسم الموقف، يتضح خلال الساعات القادمة ويأتي الحل ربما من العاصمة بغداد؟ حسن، يعني يأتينا الصوت منخفضا من جانبك، تسمعني حسن؟ أسمعك. أسبوع كامل ولم يحسم مجلس محافظة ديالى أمر باختيار رئاسة المجلس، رغم بأن كانت هناك جلستين، الأولى كانت لم تحسم، كانت النتائج في اختيار رئيس المجلس متقاربة، فحصل المرشح تحالف السيادة عمر السلوى على 8 أصوات، بينما حصل مرشح التقدم على 7 أصوات. أما الجلسة الثانية كان حضور 8 فقط من الأعضاء، وأيضا لم تكون هنالك جلسة بسبب عدم احتمال النصاب من قبل أعضاء مجلس المحافظة. المواطن في جالية السؤال: هل سيتمكن أعضاء المجلس من عقد واحتمال النصاب بعد تدخل القيادات المركزية من بغداد بالاتفاق ما بين الجهات السياسية من أجل حل الموضوع رئيس المجلس ومن ثم محافظة ديالى القادم؟ هنالك حاليا هنالك تجمع كبير في حضائل المقدادية لدعم او الذي ترفض ايضا اي تدخل خارج اطار محافظة ديالى، يريدون القرار ان يكون من ديالى فقط. وهنالك ايضا جماهير، يعني عشرات الان في مؤتمر في حضائل المقدادية، تطالب بالاسراع في تشكيل الحكومة واختيار رئيس المجلس واختيار المحافظ. بالإضافة لو أحد الأشخاص، لأن هنالك عدد من أعضاء مجلس المحافظة حاليا يتلقون تهديدات من قبل جهات سياسية في حال لعدم التصويت لجهة معينة على حساب جهة أخرى، وهذا ما أثار اختياء هذه الجهة، بأن القرار يريدون من محافظة الجهة ويريدون اختيار رئيس المجلس والمحافظ ومن يخدم محافظة الجهة وإكمال عملية الخدمات المحافظة. نعم. طيب، هل يكمن الخلاف الأكبر إذن حسن برفض التجديد للمحافظ الحالي لديالى؟ الخلاف الأكبر، هنالك من يؤيد بقاء محافظ ديالى السابق مثنى التميمي، والغاية من ذلك هنالك القائمة حصلت على أكثر من 107,000 صوت، يعني فقط محافظ ديالى تجاوز عدد الأصوات 40,000 صوت، يقولون لا يريد إضاعة حق هذا الرجل الذي قدم الكثير. وهنالك من يقول بأن محافظ ديالى عليه مؤشرات أخرى لا نريده كمحافظ ديالى. هذا الخلاف طبعا ليس المهم، بينما الجهات السياسية التي تتحدث
هنا وهناك، والمواطنون ايضا منقسمون ما بين مؤيد ورافض في محافظه يالا السابق مصنف التميمي. طيب حسن، هل سيتم اللجوء، هل من المتوقع ان يتم اللجوء ربما لاسماء غير تلك المطروحه حاليا على طاوله المجلس اذا؟ طبعا هنالك توقعات بان يكون هنالك لجوء اسماء لمنصب المحافظ غير مصنع التميمي، ثم هناك ستكون اسماء جديده، وسيكون ايضا اتوقع الاختيار سيكون من يعني تحالف الاطار وليس من خارج تحالف الاطار. طب ماذا عن المباحثات والاجتماعات بين الكتل المختلفة؟ هل تزال هذه المباحثات مستمرة أم أن الموقف يعاني من الجمود حاليا إن صح التعبير؟ لحد الآن التحالفات ما بين الكتل السياسية مستمرة، وهنالك تحالفات يعني تشمل تحالف الأساس واستحقاق وعزم والسيادة من جهة وتقدم وديالتنا من جهة أخرى، ولا والتحالف الثاني مع طبعا مع تقدم ومع تحالف ديالتنا. الاعداد لحد الان هؤلاء يعني الاعداد لم تستمر 7 في 8، ولحد الان لم يحسم الامر، لكن هنالك حسب الان بان هناك تهديدات وصلت لعدد من اعضاء مجلس المحافظه للتصويت لجهه ثانيه. لغايه الان التفاهمات موجوده والصراعات موجوده والصفقات موجوده، وهنالك ايضا تدخل كما يعني مراقبون اكدوا بان هناك تدخل للمال السياسي بالضغط على جهات معينه من اجل التصويت الى جهات اخرى. شكرا جزيلا حسن على كل هذه التفاصيل والايضاحات. مراسل التغيير من ديالى حسن الشمري كنت معنا.